دونك في فقرة السنتين نحب نعاود نرحب بالدكتورة يسرى القمرتي المختصة في طب، دكتورة مختصة في طب الشيخوخة. موضوعنا لكم اليوم نقص الفيتامينات وتأثيراته السلبية على صحة المسنين. أول حاجة دكتورة قلنا نحكيو مسنين أبارتير من 65 سنة، هذه آخر طبعا إحداثيات لوماس المنظمة للصحة المنظمة العالمية للصحة. حسب المنظمة العالمية للصحة المسنين بصفة عامة نقولوا معناتها أبارتير دو 65 عام، ولكن فما شكون يقول لك من الريتريت نجموا نحسبوهم مسنين، فما شكون يقول لك حسب العمر الفيزيولوجي. يعني انت معناتها كي تبدا عندك مرض واثنين وثلاثه ويكثروا الامراض واللي كومبليكاسيون تاعها، وقتها زاد نجموا نحكيو على معناتها مسن. اما ديما نحكيو زاد كيف على انسان محافظ على صحته ويمارس الرياضه وياكل اكليب غير زاد فما لو بون فييسمون، يعني كي يكبر بصحه جيده نوليو ندخلوا في لو بون فييسمون، ينجم يكون هذاك ما يستحقش جيرياتر كيما ينجم يكون عمره 55 عام ولا 60 عام فو كو ما تلهاش بروحه وما معناتها ما ردش باله، ينجم يدخل في طب الشيخوخه زاده. اما لازم ديما تقعد ماهيش بيجوراتيف، ماهيش لازم تكون سلبيه. يعني نحن المشكله اللي في تونس ديما عندنا هكا، كيفاش يقول لك طبيب شيخوخه معناتها سي ما عادش فيا كبرتي با دي تو، بالعكس الفرنسي يقول لك سي بيان دو فيير مي دو فيير اون بون سونتي. اكزاكتومون، كنا باش نكبروا احنا ماهيت نكبروا في صحه جيده، نحن نكبروا في صحه جيده اون فورم. دكتوره لهنا شنو يصير في جسم الشخص كي يتقدم في العمر؟ هل فما حاجه تنقص؟ هل فما حاجه تزيد؟ شنو يصير فيزيولوجيكمون للبدن نتاعو؟ باهي، نحن في الموضوع نتاعنا فيزيولوجيكمون نجمو نخمو في الاسباب معناتها ونشوفو بصفه فيزيولوجيه، في انه قد ما نكبروا قد ما الحواس نتاعنا تنقص. الحواس معناتها التطعم، الشم، السمع بصفه عامه معناتها نظر الحواس الكل باش تنقص، وهذا معناتها يخلينك انك الشهيه نتاعك تنقص بزاده بصفه طبيعيه. هذا معناتها فيزيولوجيه. كي تقدموا في العمر اول حاجه ما عادش ياكلوا برشا، ثاني حاجه يرقدوا برشا، والا فما اللي ما يرقدوش فما حالتين. اي فما الاكثر لانه بالعكس يكون معناتها النوم متقطع معناتها يرقد لك مثلا يشدك الفاش من 8 نتاع الليل 9 نتاع الصباح، ما يقول لك راني قمت قبل 5 ولا 6 نتاع مرات. بالضبط يعني. مي نحن توا في الفيتامينات ومشكله الفيتامينات، فما معناتها الحاجه اللي تخلينا معناتها خاطر كبرنا ديجا الافرازات نتاع الانزيمات نتاعنا في المعده تنقص وفي الجهاز الهضمي بصفه عامه، فما زاد المعده نتاعنا تولي رهيفه اكثر وبلوس سونسيبل. يعني نسبه الامتصاص تنقص. دونك امتصاص نتاع الفيتامينات النسبه نتاعها باش تنقص بصفه طبيعيه، وحتى الستركتور نتاع الفيتامين زاده باش تتبدل وباش ما تكونش فعاله كما وحنا معناتها مازلنا صغار. يعني هنا لي سيلول احنا نقولوا الخلايا بالنسبه للاشخاص اللي متقدمين في العمر، الخلايا يصابوا بشيخوخه ايضا او سو ريجينير با؟ بالطبيعه ما يتجددوش الخلايا. بالطبيعه الخلايا هي تتجدد اما تولي التجديد نتاعها بطيئة أكثر برشا من نحن، هذيك معناتها العادي، هذيك معناتها التقدم في العمر العادي، هذا فيزيولوجي كما قلت أنت. وبه كيفاش معناتها بدينا معناتها بالبارتي هذيا من مشكلة امتصاص الفيتامينات بصفة عامة في البدن. لأنه يعني صافي بخلاف لأنه عندنا أسباب فيزيولوجية، فما أسباب نجمو نتحكمو فيها ما فهمش علاش من موفيز هيجين دو في مثلا. فما موفيز هيجين دو في، فما لو ريجيم اليمونتير اللي وحده يقروا العبد. صحيح، فما برشا يبداو خايفين. دكتوره لهنا بالنسبه للاشخاص اللي ديابيتيك، الاشخاص اللي مرضى السكري، وسورتو بالنسبه للمراه اللي بعد المينوبوز بعد سن الاياس تولي نحكي على جينيراسيون هذا يعني تخاف لتزيد في الميزان، دونك اوتوماتيكمون باش تبدا تنقص في الماكله، خايفه لتسمن، تقول لك بدني ما عادش يحرق، لو ميتابوليزم يل فونكسيون بلو كيف ما قبل كيما انا صغيره. صحيح، فما افكار معناتها عندنا معناتها هكاك في جي من قبل في مخنا اللي هو نخافوا من السمنه، نخافوا من السكر، نخافوا من الكوليسترول، نخافوا من برشا حاجات، ونوليو نعملوا ريجيم وحدنا من راسنا من غير ما نمشيو للطبيب ونسالوه شنو يجوز وشنو ما يجوز، واللي يخلي هذا النظام نتاعنا الغذائي غير كامل وناقص ومعناتها وما فماش علاش ديزيكيليبري وما فماش علاش. فما حاجه اخرى نجموا نحكيو عليها اللي هي كيفاش نطيبوا. عندنا الطريقة نتاعنا نتاع الطبخ غالطة اناديكوات وغالطة جملة. عندنا المقلي الشوي
اللي تقعد بالسوايع وانت طايب في الماكلة معناها احنا نقليه يعني الزيت لازم يكحل باش نمرقوه الزيت يكحل وزاد باش طيب ان بلا تقول لك ليه ما نستعملش الكوكوت تقعد بالسوايع وهي طيب بالطبيعه هذيك معناتها الفيتامينات والفيتامينات الكل الاملاح والفيتامينات الكل باش تولي ما عادش افيكاس وحتى ما عادش حتى كنت معناتها فما الامتصاص وهو الامتصاص ناقص بطبيعته تكون فيتامينات لا مشى الهيكل نتاعها مشى فسد وما عادش افيكاس نمشي وحده وحده دكتوره لهنا في السن هذايا نقولوا ابارتير من 65 سنه 60 سنه شنو هما الفيتامينات اللي بداو ينقصوا وشنو ما اللي تولي فيهم ديكارونس لهنا عند المسنين عندنا اهم فيتامين هو فيتامين دي فيتامين دي مهمه جدا عند المسنين ودايوغ معناتها في العالم الكل يقول لك فما على الاقل مليار عندهم نقص في الفيتامين دي بصفه عامه عند المسنين نخلطوا نسبه 80% راهو معناتها كاريمون دونك الفيتامين دي احنا توا الطب اون ا رومركي علاش ولينا نطلبوا معناتها ندوزيوها نشوفوا قداش فما نقص ولا ما فماش على خاطر بديت معناها لي بوزوان نتاعنا كثروا